عملها الاهلي، عملها الاهلي. فن الترجي 3-0، 3-0، مع العلم عزيزي المشاهد ان نادي الاهلي رمى من الترجي على ارضه 1-0، كده اصبحت النتيجه كام؟ 4-0، 4-0 يا ازيط نادي في الدنيا، نادي الترجي نادي التونسي ده ازيط نادي في الدنيا، وجمهوره ازيط منه، واساسا نادي زق مقه ملوش دعوه باي حاجه، هي بس جت معاه كده، خد الزمالك راح جاي، جت والله العظيم جت معاه كده، وفوت ماتش المولوديه وانها انتقام الرب. انها انتقام الرب عشان انتوا جمهور صياد عمال تقول لي قادمون للقاهره لاسقاط الفرعون. الفرعون مين يالا؟ انا فرعون يالا اللي كان بيقفف لك من شويه على القهوه، ولا انا قاعد انا شايف لعيبه الاهلي، لا اكلتكم النجيله يالا والمصحف الشريف، لعيبه النادي الاهلي اكلوهم النجيله روقوهم، وعمال بس انا ذكر وبذكريات مهدي عبيد مش عارف ايه وذكريات مش عارف مين. انا ذكريات يا ابني، انا يا ابني النادي الاهلي رنك فرادس 5 مرات، فايف عارف انا فايف مره، 5 مره على ارضك النادي الاهلي مروقك. نفسي اعرف ام الثقه في النفس اللي انتوا اللي عندكم دي جبتوها منين؟ يعني المشجع الترجي وهو بيتكلم كده ما كاش خانته وبتاع عنده ثقه في نفسه، انا مش عارف هو جابها منين. انت بتتكلم على اساس ايه يا ابني؟ النادي الاهلي مهزقك مروقك، ونادي الزمالك برضه بيهزقك ويروقك، ولكن انا بشكركم بصراحه والله العظيم، انا بشكر جمهور نادي الترجي نادي التونسي اللي خليتوني ابقى مبسوط النهارده بفوز النادي الاهلي، لان انا زملكاوي وعمري في حياتي ما اشجع الاهلي، ولكن النهارده اتبسطت لان النادي الاهلي روقكم والله العظيم، روقكم روقكم، والاهلي فيه رجاله والله العظيم، لعيبه النادي الاهلي رجاله 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 رجاله، وشرفتونا. اللي جاي انا ماليش دعوه بيه، كايزر انا ماليش دعوه بيه، نادي الترجي نادي التونسي ده من ارض الانديه في افريقيا، وكنت فرحان بصراحه والنادي الاهلي بيروقهم النهارده. يا جدع انت جوايا كميه كلام عايز اقوله، لو قعدت 3 سنين بتكلم مش هيخلص. نادي بقول لك نادي صياد، نادي ده لو كانوا جابوا جون في الاهلي كانوا طافوا حوالين تونس، كانوا لفوا حوالين ملعب رادس ده، هي هي قلنا غرابه عدى عشان جابوا جون في النادي الاهلي. يا جدع انت ما هزتش شبكه الشناوي، الشناوي ما دخل، يعني عارف انت الشناوي لما بيخش فيه جون بيزعل بيتضايق بيشوط الكوره بيزعق لزمايله، النهارده لا زعق ولا عمل ولا الماتش اللي فات زعق، الراجل عايز يزعق. يعني محمد الشناوي عايز يخش دي جون عشان خاطر يطلع، يعني يعمل اي يحس انه بيلعب في الماتش، يعني يعني المدافع لما تيجي تاكله مثلا يحس ان هو بيلعب، انما انت حارس المرمى مفيش مفيش، وعمال تقول انا جاي اسقط الفرعون، انا جاي مش عارف يا ابني انتوا مجانين يا ابني يا ابني، دي اسمها جمهوريه مصر العربيه، نادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في افريقيا، ايش جابك يا معفن تكلمنا انت؟ انت يا مريح انت يا بتاع مكشخه ولا ايه اللي جابك تكلمنا انت؟ عاجبك منظرك؟ عاجبك شكلك دلوقتي؟ انت كمشجع ترجاوي او كمشجع لتونسي او ايا كان داخل تونس، عاجبك الاهانه اللي انت فيها؟ يعني انت راضيك ان النادي الاهلي يمسح بكرامتك الارض؟ طب الاهلي بيغلبني وانا بغلبه وبيكسبني وبكسبه في يد في قدم في مع بعضينا، هنخلص امورنا مع بعضينا، انما انت خبقه خبقه عشان انت جمهور زيار وديني ودي، انتوا عملتوا وحده وطنيه في مصر، نادي الترجي عمل وحده، جمهور الزمالك النهارده بيشجع النادي الاهلي ضد الترجي، ليه؟ لان انتوا نادي صياد، عارف انتوا؟ لو كنتوا انتوا نادي مش من صياد كنا شجعناكم قدام الاهلي، كنا وقفنا قدام الغريم بتاعنا، انما لا على مين؟ وقفنا مع الاهلي ضدكم عشان انتوا تستاهلوا، وزي ما قلت لعيبه النادي الاهلي رجاله، وعلى فكره يا جماعه اقسم بالله انا ما بعملش الفيديوهات دي عشان ترند، ونفسي الكوره تبقى مكسب وخساره ما يبقاش تحفيل، انا مش بحفل على النادي الاهلي، انا بروق الترجي، خليك كده انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب نبقى حبايب، والف شكر لجمهور النادي الاهلي على الكلام اللي انتوا قلتوه على الفيديو اللي فات، سلام عليكم.